لماذا المرجعية الدينية العليا صامتة؟ المرجعية العليا الدينية لا تريد أن تتدخل تدخل مباشر لكون سابقا قالت قد بحت أصواتنا، لكن فيما يتعلق بالأزمة السياسية، ولكن اليوم الأزمة تعدت إلى شعبية أصبحت، فالوضع يختلف. أحسنتي، لحد المرجعية سوف تتدخل بالوقت المناسب، عندما تلاحظ بأن قد حان الوقت المناسب سوف تتدخل، ولديه منظار بعيد، ليس كما لاحظنا مرجعية الحائر اليوم عندما طلبت سياسة إيران بأنه أن يصدر بمثل هذه المسألة، وعلينا أن نسكت ويكفي الضحك على الدقون بحجة المرض أو وضعه الصحي بأنه قد اعتزل المرجعية وغيرها. هو على يقين بأن هنالك غليان في الشارع العراقي. طيب، فعندما تصدر بمثل هذه المبادرات هذا يعتبر تصادم. والمسألة الأخرى هم ثلاثة سيد باسل، التساؤل ما إلى علاقة بشأن السياسي. حضرتك أنا قبل أيام أخذت حضرتك من بغداد، شنو سبب تواجدك باسطنبول؟ كنت تعرف بالأحداث لو ما إلى علاقة الموضوع؟ لا أصلا ما له علاقة بالموضوع. إن شاء الله نتمنى لك السلامة. خليني أنتقل بسؤال للدكتور هيثم لأن الوقت راح يخلص خطايا غبنا للدكتور. بالمناسبة أنا أكون باسطنبول أو أكون بالسعودية أو أكون بواشنطن أو أكون بالأردن، بكل الدول أكون مرحب. لماذا؟ لكون أنا على مسافة واحدة، أنا ليس وأنت أيضا مرحب بك اليوم في تغطيتنا الخاصة عن آخر مستجدات التظاهر في بغداد وبقية المحافظات العراقية. بسؤال أخير دكتور هيثم، من الذي يتحمل ما حدث اليوم في بغداد وبقية المحافظات العراقية؟ جميع الأحزاب السياسية الشيعية اللي هي رفضت أن يتفقوا على مسمى رئيس الوزراء، وأخص بالذكر هنا الأخوة في الإطار التنسيقي، هناك تقصير من عجهم، وأيضا سماحة السيد الصدر الذي وجهنا له بعض الرسائل وقلنا له سيدنا تنازل قليلا حتى ترتقي إلى مستوى العراق والشارع العراقي، لخاطر اسم سيد محمد صادق الصدر، لخاطر اسم تاريخ آل الصدر، تنازل قليلا. يعني هذه لا ممكن أن توضع نقاط وتقول ما أقبل بأي جهة من كل الأحزاب، معناها فعلا أنت تبحث عن صدام في الشارع، وهذا ما يليق بنا الآن في هذه المرحلة وهذه الآونة. وتوقع أن الحلول سوف تكون قادمة خلال الساعات المقبلة، ونحن تعودنا كلما ضاقت حلقاتها فرجت في داخل العراق، لكن لا نريد أن نرى تصعيد من قبل الأخوة في الإطار التنسيقي، وأعتقد هم الآن التهدئة مالتهم واضحة.